كم يوم باقي بالضبط على قمة الدورة الحالية للسوق؟ هذه أحد أهم الأسئلة اللي راح نناقشها في مقطع اليوم إن شاء الله تعالى مع أخوكم الدكتور أسعد رزق. بسم الله نبدأ. ضروري جدا قبل ما نبدأ أي حاجة لا تنسى إذا كنت مشترك في القناة ففعل جرس التنبيهات عشان توصل كل المقاطع أول بأول، وإذا ما كنت مشترك في القناة تشرفنا بالضغط على زر الاشتراك أو زر السبسكرايب الأحمر وتفعيل جرس التنبيهات على كل المقاطع. ثاني حاجة، قناتنا في التليجرام رابطها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، تقدر تنضم لها تشرفنا متواجدين بشكل يومي والتحديثات بشكل يومي مستمرة في قناتي في التليجرام. كم يوم كنا قاعدين نقول باقي على نهاية الدورة الحالية، أو كم يوم من الآن باقي للوصول إلى قمة الدورة الحالية للسوق ومن ثم المواصلة في الترند السلبي لعدة سنوات؟ هذا راح يكون موضوعنا اليوم. قبل ما يكون عندنا القدرة إن نحدد بالضبط كم يوم أو بشكل تقريبي كم يوم باقي من الآن إلى الوصول إلى قمة الدورة الحالية للسوق، لازم نرجع لورا نوعا ما. عندنا ثلاث دورات أو ثلاثة انقسامات أو ثلاثة سايكلز مرت في حياة البيتكوين في عام، وهي الأكثر يعني معلومات، وهي أكثر فترات لدينا معلومات عنها. في دورة عام 2011 ودورة عام 2013 ودورة عام 2017 ومن ثم الدورة الحالية للسوق. كل دورة لديها ارتفاع وصول إلى قمة وبعد ذلك الدخول في ترند سلبي أو بماركت لعدة سنوات حتى الوصول إلى قمة الدورة التي تليها. هذه الفكرة بشكل عام. في عام 2011 أو دورة 2011 كانت عدد الأيام من بعد ما اخترق البيتكوين الـ ATH أو قمته السابقة. ففي عام 2011 أو في تلك الدورة عدد الأيام التي يحتاجها البيتكوين منذ أن اخترق الـ ATH أو القمة السعرية السابقة وصولا إلى قمة الدورة في هذه الفترة هو 52 يوم. في الدورة التي تليها في عام 2013 عدد الأيام التي تحتاجها البيتكوين منذ أن اخترق الـ ATH أو القمة السعرية السابقة له إلى وصولا إلى قمة الدورة في تلك الفترة هو 25 يوم. وفي عام 2017 في تلك الدورة عدد الأيام التي تحتاجها البيتكوين منذ أن اخترق الـ ATH أو القمة السعرية السابقة له وصولا إلى قمة تلك الدورة كان تقريبا 20,000 دولار أمريكي هو 65 يوم. لو أفرجنا أو أخذنا الأفرج لهذه الدورات راح يطلع معانا 47 يوم. يعني إيش 47 يوم؟ حاليا في الدورة الحالية أو في السايكل الحالي للسوق البيتكوين اخترق الـ ATH أو القمة السعرية السابقة له، فبالتالي قد يكون بمعنى آخر هنالك 47 يوم متبقية من الآن حتى نصل قمة الدورة الحالية للسوق ومن ثم الدخول في ترند سلبي لعدة سنوات حتى الدورة القادمة. قد تكون هذه الفكرة لكن ليست بشكل جدا أكيوريت أو جدا دقيق، والسبب في ذلك هناك عدة عوامل اختلفت في هذه الدورات. فالهدف من هذا المقطع هو عدم تحديد عدد أيام بالضبط، لأنه صعب جدا تحدد عدد الأيام، ولكن الهدف الأساسي من هذا المقطع هو تجهيز النفس وضبطها وتجهيز العقل وسيكولوجية المستثمر في أن الهدف هو تجهيز النفس وضبطها وسيكولوجية المستثمر بأن الحركة السعرية التي قد نشهدها في الدورة الحالية قد تكون جدا 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 سريعة وأسرع مما أن يتخيل الجميع، وبالتالي ممكن أن تخدعنا ونظن أنه لا زال هناك extended cycle ودورة متمددة أو دورة مطولة، وبالتالي نقوم بالشراء 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 حتى نصل إلى القمة وما نبيع وندخل في bear market وندخل في إشكالية حصلت قبل كذا في الدورة الماضية وهي عدم الخروج بالقرب من القمة. أحد أكبر الأخطاء التي حصلت في الدورة السابقة 2017-2018 أدت إلى خسارة الكثير من الناس في هذه الفترة، وهو أنه بعد أن اخترق البيتكوين الـ ATH والقمة السعرية السابقة وصولا إلى قمته في تلك الفترة وهو 20,000 دولار أمريكي تقريبا، كانت الناس لا تزال تقوم بالشراء وتقوم بالشراء بكميات جدا كبيرة حتى وصلنا للقمة والناس لا زالت تشتري والناس لا زالت تشتري وتقوم بعمليات الشراء، وبعدها دخلنا في ترند سلبي لعدة سنوات والناس ما باعت. فهذه كانت أحد أكبر الأخطاء الشائعة في تلك الفترة. فالذي أخشى منه في هذه الفترة
وهو أن الدورة السعرية أو الحركة السعرية في هذه الدورة ستكون جدا رابيد جدا سريعة، فبالتالي تخدعنا، فيظن الناس أنها دورة ممددة أو متمددة أو مطولة أو extended cycle، ويقوم بالشراء حتى نصل إلى قمة مرة أخرى، ومن ثم ندخل في الترند سلبي لعدة سنوات وما حد يبيع، فنفس الخطأ يحصل مرة أخرى. فبكل بساطة لا تخاف انك ما طلعت باكبر ربح ممكن او باكبر قدم من الارباح ممكن، ولكن تخاف من شيء واحد وهو انك تطلع من السوق حافر قدمي. طيب انا ايش اسوي او انا ايش الاستراتيجي اللي عندي؟ طبعا الاستراتيجيات تكلمت عنها الفتره الاخيره وراح ارجع الخصها بشكل جدا سريع. الان من وجهه نظري الشخصيه التقليل من عمليات الشراء، لانه خلينا نكون صريحين مع بعض، اي شيء فوق سعر 65000 دولار امريكي للبيتكوين هذه تعتبر بابل زون او منطقه الفقاعه او البابل. هذا لا يعني ان البيتكوين لن يذهب الى اسعار جدا مرتفعه مقارنه بالسعر الحالي، ان شاء الله سيذهب وهذا هدفي له، لكن ما هو خلينا نقول ترو ايفالويشن لسعر البيتكوين في الوقت الحالي او في التطور الحالي للتقنيه فوق ال 65000 دولار امريكي، عشان نكون صريحين مع بعض ونكون على نفس الصفحه. فاي شيء فوق ال 65000 دولار امريكي للبيتكوين الواحد يعتبر بابل زون، ولكن لهذا لا يعني ان البيتكوين سيقف هنا، سيصل الى اهداف واهدافي كما هي للبيتكوين 120 الى 180000 دولار امريكي كما تحدث عنها في استراتيجيه الخروج. ولكن بشكل مبسط الآن سأقوم بالتقليل من عمليات الشراء وأبدأ أجهز نفسي بوضع استراتيجيات وزونز للخروج وأسعار للخروج. هذه الأسعار أو هذه الأهداف تكون سعرية وليست زمنية، وهذه الأهداف تكون مبنية على دراسات وليس أهداف عشوائية أو غير منطقية. هذا أهم شيء بالنسبة لي. طبعا تكلمت أنا عن استراتيجية الخروج بالنسبة للبيتكوين والإيثيريوم في أحد المقاطع الأخيرة في قناتي على اليوتيوب، تقدر تشوفها، وأيضا نتحدث عن الأهداف في قناتي في التليجرام. لا تنساني أنا وديني من دعاك أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان.